صوتي كمواطن موريتاني مسجل على اللائحة الانتخابية الوطنية، وأنا أعتز وأفتخر بهذه الأشوار بهذا الجو الذي اقترعته فيه، جو من الاطمئنان والارتياح. ولن تفوتني هذه الفرصة قبل أن أهنئ الشعب الموريتاني على نضجه السياسي وعلى ما برهن عليه من وعي خلال هذه الحملة اللي مرت بسلام وبأمان وبطمأنينة. سيد الرئيس، هل تشعر كذلك؟ سيد الرئيس، هل ستعترفون؟ هل تشعرون ان هناك تكافؤ بين فوز مرشح اخر؟ هل ستعترفون؟ هل ستعترفون في حال فوز مرشح اخر؟ هل ستعترفون بحال فوز مرشح اخر؟ سيد الرئيس، بحال فوز مرشح اخر هل ستعترفون بحال فوز مرشح اخر؟